هوكي فيش يقول لك الموارد الطبيعية وانت تقول الموارد البشرية. لخاطر فماش ضرب وين البترول وكل شيء في تونس، اكبر موارد عندنا اكثر ثروات هي المادة الشخمة التوانسة. اللي عجبني فيه اللي التيام با وانا صحيح وهذاك هو وكل رواحكم هو في مخه هو صحيح. هذاك علاش انا نحب الباترون هذا. خاطر ايش نقول لك حاجة، نقول لك حاجة انه سيلف كونفيدنت تحب نعمل له. لا ما معناش موارد طبيعية، ما عناش في تونس، لا عنا الموارد هما الموارد البشرية. وسي دوماج انه كل عام يخرجونا شد صحيح شتحب تعملوا شد صحيح دي علاش دخلت تليفون باش نعمل تصوير حبيبي شي بو ايمورتاليزي المومون. شو فيكم قدم يا اخي انتم؟ والله قال لكم شو فيكم قدم بالحق. حبيت تعمل تصويرة؟ انت مترشح مشاغب تحب البس تحب البوليميك شنو؟ اش قلت لي؟ انت تو كومبري كيما ما فهمكش انا شكون يفهمك؟ شكون يفهمك؟ راني كاميلا.